أطلقت يوتيوب من خلال تطبيق أب تايم الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء معا في وقت واحد. التطبيق تم توفيره الآن للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، مانحا مستخدميه تجربة تجعلهم يشعرون بالاختلاف الكبير عن تجربة يوتيوب العادية، وذلك لاحتوائه على ميزات ردود الأفعال المأخوذة من خدمات البث المباشر مثل خدمة لايف في فيسبوك وخدمة بيريسكوب في تويتر. يوتيوب قامت سابقا بإطلاق تطبيقات عدة مشابهة توفر المشاهدة المشتركة بين المستخدمين، إلا أن أب تايم مختلف، فأثناء مشاهدة مقاطع الفيديو تطفو صورة الحساب الشخصي للمستخدم وتتحرك في محيط الشاشة، كما يستطيع المستخدم التعليق على الفيديو أو إضافة رمز تعبيري، وباستطاعة أي شخص مشاهدة الفيديو ومشاهدة التعليقات حتى في حال عرضها في وقت لاحق.